عندما يكون العلاج قاتلا فالخطر يكون محدقا بالجميع. لقاح لالتهاب الكبد لم يمضي سوى 72 ساعة على إعطائهم تلك الجرعة التي أودت بحياة 3 أطفال حديثي الولادة، فيما الرابع في لحظاته الأخيرة. ذوي الأطفال طالبوا بمحاسبة صارمة بحق المسؤول عن توزيع تلك اللقاحات القاتلة. موضوع ابني كان عملية قيصرية يوم الثلاثاء، والوليد ورا ما طلع من العملية صحته جيدة، وشيك الدكتور مطور رضاعة طبيعية ويرضع، أي مشكلة ما بيه، بقوية أمه لحد البارحة الساعة 10 جت الدكتورة شيكت أمه حالتها زينة، الطفل شيك أبو الأطفال قالوا خرجوهم للبيت بس ياخذون لقاح، هذا اللقاح المتعارف به، ياخذ اللقاح يلا ينطوا ورقة خروج، لقحوها هاي الإبرة فخذة وطلعنا للبيت. العصر قام ينشمر الطفل، جبت المغرب للمستشفى، قلت حالة يعني طبيعية، كنت أتوقع عن حالة طبيعية. من وصلت المستشفى لقيت جماعتي الخرجة وياي من المستشفى كلهم نفس المشكلة، اللي لقحوا وياي وطلعوا بالعشرة الصبح كلهم لقيتهم راجعين، الراجع العصر وراجع المغرب. 3 أطفال ماتوا البليل والصبح، وساخر طفل والطفل مالي بحالة حرجة. المشكلة هسه يعني تحديدا أنه اللقاح، من تجي تحكي للدكتور الدكتور يقتنع انه اللقاح، لان هاي فتره محدوده، ذول الاربعه يتلقحون من هاي العبوه، تلقح 4 أو 5 اشخاص. نطالب وزاره الصحه اجراءات رسميه، افتاح تحقيق بالموضوع، انه يعرفون حاله الوفاه مال الاطفال ذول، شنو السبب اللي راحوا. حكومة سامراء المحلية وإدارة المستشفى شكلتا لجنة تحقيقية للوقوف على هذه الحادثة، فيما أصدرت مستشفى سامراء توجيهات بإيقاف إعطاء تلك اللقاحات لحديثي الولادة لحين فحصها والتأكد من صلاحيتها. توجهنا بالسرعة إلى هذه المستشفى لمعرفة أسباب الوفيات. تبين يعني من الوهلة الأولى ولكلام الأخوة الأطباء والمعنيين أن هنالك لقاح قد أعطي للأطفال الخدج بعد فترة ولادتهم، بعد فترة اللقاح يعني حدثت حالة الوفيات. حاليا إدارة المستشفى أعطت توجيهاتها بإيقاف هذا اللقاح، وهو يتعلق بالتهاب الكبد الفيروسي، لحين ما تثبت اللجنة أسباب هذه الوفيات إن كانت هي وفيات طبيعية أو بسبب هذا اللقاح. لقاح التهاب الكبد هو واحد من عشرات اللقاحات المجانية الإلزامية التي تمنحها وزارة الصحة للأطفال حديثي الولادة خلال مدة لا تقل عن 24 ساعة، فيما بدأت ملامح الخوف على عدد من عائلات الأطفال في المحافظة من مصير مماثل للأطفال 3 الذين قضوا نتيجة لقاح كان يتوقع أن يحافظ على حياتهم. من صلاح الدين، محمد السامرائي، قناة التغيير.